السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن شاء الله اليوم غادي نحضر معكم الدجاج محمر بطريقة اللي هي طريقة زوينة، نتمنى تجربوها. المهم كل نشوف المكونات اللي غنحتاجو. أنا درت هنايا في هذا الخلاط، هذا درت البصلة، يعني درت بصلة وحدة، ودرت الثومة، وغادي نزيد عليها قزبر والمعدنوس، هدر البيضة، وغادي ناخذ اللب ديال حامضه مصيره، وغادي نطحن هاد العناصر هادي. هنا بالنسبه للتوابل اللي غادي نحتاجو، هي عندي هنا البابريكا، عندي هنا الزنجبير، عندي هنا شويه القرفه، الفلفل الاسود او الابزار، عندي ديال المروزيه، كاين عندي ديال المروزيه ديال اللحم، وكاين المروزيه ديال الدجاج، اي واحدة يعني مزيانه. هذا الكركم والبابريكا، اوكي، هذه الملحه، الملحه كتبقى على حساب الذوق. وهذه كل المكونات اللي انا قلت لكم، هي طحنتها ودرتها هنا، اللي فيها البصله والثومه والقزبر والمعدنوس، وفيها اللب ديال حامض مصير. غادي نكب هادو هنايا، نزيد عليهم شويه القطره د الماء والزيت. هنايا عفوا، يعني زدت فيهم غير الماء، الزيت ما غنديروش دابا حتى نكون نطيب الدجاج، عاد غادي ندير الزيت حيت باش يخلي الدجاج يطيب. غنحاول انا كنديره هنا يعني شان في الطنجره، وفي الاخر ملي كندير داك الدجاج كنشربو مزيان، وكنخليه مرقب واحد الساعه، ولا ممكن تخليوه يبات مزيان. هو كل ما خليتي يطول في المده في هاد الدغميره، هاد الترقيده هذه، يعني كيجي احسن حيت يشرب. يعني كنحاول نخليه فيه هذه كما قلت لكم. حنا غنحط هادو هنا، غنحاول هذه نديرها مزيان، انا غنصايبها بيديا باش ندخل ليها ما بين الجلده وداكشي. المهم حاولوا تغسلوه مزيان، غسلتها بالحامض وغسلتها بالملحه، غسلتهم مزيان، تشوفوا الجلد ديالها نضاف ولا ابيض ولا حرش، يعني الحامض والملحه راه مزيانين للغسيل ديال الدجاج. انا غنديرها وغنحاول نربط ليها رجليها هكا باش ما تتحلش. يلا هنا، يعني تشوفوا بعد ما رقدت هادو في هاد الخليط هذا اللي هو زوين، كما كتشوفوا يعني حزمت ليهم رجليهم هاد الدجاجات. المهم انا غير بغيت نوريكم هذه حيت قلبتها من فوق، هي حاولوا تقلبوها على الصدر ديالها وخليوها. المهم انا درتها وغنخليها واحد الساعه، وكيف ما قلت لكم الا خليتوها اكثر يعني احسن. وحاولوا ديروا يعني خليوها الا عندكم طنجره كبيره بحال هذه، يعني بلا ما ديروا في هكا باش تبقى ديروها في الطنجره، كبوا كلشي في الطنجره وخليوه حتى الترقاد، خليوه تبقى مرقده في الطنجره باش ملي تسالي المده ديالها ديال الترقاد، يعني غير تزيدي شويه الماء، الماء الكافي، وصافي تطلقي عليها النار باش تطيب. يعني ما تحتاجي عاد تبقاي توسخي البانيو، توسخي هذه، توسخي يعني هذه سهله. دابا بعد ما رقدتها كيما قلت لكم يعني المده كافيه، انا درتها كطيب، وكما كتشوفوا الماء حاولوا ما تغطيوهاش بالماء باش ما يخسرش داك الدجاج، يعني حاولوا ديروا غير النص، حد هاد الفخيدات لتحت هما اللي يتغطاو، وصافي نخليوه ونقصوا عليها شويه النار وخليوها. وحاولوا كما قلت لكم ديروا الظهر من الفوق، وديروا الصدر حيت الصدر ياخذ الوقت في الطياب، ديروه هو من جهه الطنجره. كما تشوفوا هنايا الدجاج يعني راه قرب يطيب، نحاول نقص عليه شويه النار. دابا في هذه المرحله هذه غادي نزيد الزيت، غندير انا زيت الزيتون، ممكن غير تخلطوا كما كتشوفوا، زيت الزيت، زيت الزيتون، وغادي نزيد واحد جوج بصلات محكوكين، غادي حتى هما نزيدهم. كي بعد ما هاد الدجاجات يعني طابوا، نشوفوا التخميره ديالهم، حيت باقي فيهم الصوص بزاف، انا غادي نجبد هاد الدجاجات، نحاول نجبدهم شويه باش ما يخسروش، وغادي نرجع هاد الدغميره طيب، وغنزيد فيها شي مواد اخرى. هادي غير نصيحه بالنسبه للناس اللي كيبغيو يخرجوا الدجاج كيخسر ليهم، يعني كيتفتت، حاولوا خذوا معلقه كبيره ولا مغرف وخشيوها، يعني من هادي بحال هكا كيف ما هزاها انا،
اوكي وهزوها راه تتبقى لكم مجموعه ما تتخسرش صافي كديروها بحال هكا كتسقطروها من الماء وغادي نحطوها هنايا في هذا الطبق باش نصايبوا ليها حتى هي شفتوا ديك التغميره بقات زوينه وصفراء انا كتبني تكون صفراء ودابا هاد التغميره اللي بقات لينا هنا حيت باقي فيها شويه د الماء خصنا نطلقوا عليها يعني النار حتى تنشف شويه دونك غنزيدوا فيها نزيدوا فيها شويه السكر ولا بغيتي ديروا العسل ممكن تاخذوه بالعسل ولا اللي عندكم الجليكوز ممكن ديروا الجليكوز هذا يعني كافي وغادا نزيد عليها شويه ديال الهريسه هاد الهريسه راه ما تتحرش غير كتعدل الذوق وغادي نحركوها وغنزيدو نعصرو فيها شويه عدي شويه الحامض نعصر فيها الحامض كي غنحركوها يعني بعد ما زدت فيها كما قلت لكم السكر الحامض وزدت فيها كذلك الهريسه دابا غنحضروا باش غادي ندهنوا هاد الدجاجات باش غنخشيوهم في الفرن انا ذوبت الزبده هنايا غنزيد عليها شويه الكيتشاب كتجي زوينه وكتعطي اللون احمر لما ما عندكمش الكيتشاب ممكن تعوضوه بالطماطم المصبره غنزيد عليها شويه ديال الهريسه هادي راه هكا يعني الدجاج كيجي حمر كيجي لونو زوين بزاف وكذلك حق هاد الصوص ممكن تزيدو فيه كذلك معلقه ديال الطماطم المصبره غنحاولو ناخذو بهاد الشيته هادي وغنحاولو نرشوها كامله هاد الدجاجه يعني على جميع النواحي من التحت ومن الفوق ومن الجناب باش كلها تطيب محمره حيت هاد الزبده هادي كتساعد على التحمار ديالها زائد هاد الكيتشاب والهريسه راهم زوينين في التحمار ديال الدجاج غندير معكم غير وحده اوكي وغنحاولوا نقلبوهم كما كتشوفوا دهنتهم على الجهات بجوج يعني من الفوق ومن هنايا من السدا دابا نخشيوهم يتحمروا غنوريكم الشكل النهائي ديالهم غيجي ما شاء الله زوين هذه هي التغميره في الاخر حطيت فيها البطاطا حطيت فيها الزيتون شوفوا كي جات خاطره جات زوينه والدجاجه جات زوينه انا كنحمرها بزاف كتعجبني كنحمر بزاف باش يبقى فيه داك اللون زوين هذا هو الطبق النهائي ديال الدجاج محمر بالبطاطا والزيتون راه كيجي زوين جربوه المريقه جات خاطره جات زوينه انا باقي عندي المريقه في الطنجره غير حطيت يعني غير شويه حتى الغدرين نزيدهم يا همي جربوها راه زوينه وديك الطريقه اللي قلت لكم ممكن لو بغيتو تستغناو على البطاطا والزيتون تخليو غير الدغميره ممكن ديروها